رفع الأذان منظورة أمس الجمعة للمرة الأولى في مسجد دار السلام بالعاصمة الألمانية برلين، ضمن مبادرة سمحت بها السلطات هناك لتعزيز التضامن في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد. وحسب إدارة المسجد سيستمر رفع الأذان في المسجد بشكل يومي بالتزامن مع دق ناقوس كنيسة الجليل في حي أنيو كولون الذي تتركز فيه الجالية العربية والمسلمة عند 6 مساء بتوقيت برلين وحتى انتهاء أزمة كورونا. وقال إمام المسجد محمد صبري طه إن المبادرة تأتي في وقت عصيب تمر به ألمانيا جراء وباء كورونا، مما جعلنا نوحد النداءات للصلوات للمؤمنين الذين يلجؤون إليها في هذه الأوقات ولإعطائهم إشارة بالثقة الكبيرة في الله. واعتبر أن لهذا الأمر تأثيرا إيجابيا بحكم التفاعل الذي شاهدناه من قبل المسلمين بالمدينة واشتياقهم لسماع الأذان الذي يعطيهم الشعور بالراحة والطمأنينة.